السلام عليكم طلاب، إن شاء الله يا رب تكونوا بصحة وبعافية وبأحسن حال. وياكم مدرستكم مروة معتز. إحنا بديش المحاضرة أخذنا تقريبا نصف المحاضرة، يعني درست إلى حد النيتورك لاير، لكن طبعا تجيع للطلاب لكون الطلاب غالبيتهم بعدهم ما داخلين الكلاسات والحضور أيضا يعني، فنحاول إنه تشجيعكم على الاستمرارية وأن تكونوا جدين ويانا يعني إن شاء الله. اليوم راح أرجع أعيد المحاضرة من الجديد وأبلش بها إلى حد يعني النهاية. طبعا إحنا أخذنا الـ OSI Reference Model، ذكرنا بذيك المحاضرة هو شنو الـ OSI Reference Model. عملية الاتصال ما بين الترانسميتر والرسيفر تتم بمجموعة من العمليات المعقدة Complex، يعني عمليات معقدة. فحتى أنا أسهل هاي عمليات الإرسال والاستلام، العلماء بسطوها إلى مجموعة من اللايرز، كل لاير مسؤولة عن مهمة معينة. يعني إن بالحقيقة أنت ما عندك لايرات، ولكن هي مجرد عملية تبسيط للعمليات اللي يتم بها الترانسميتر والرسيفر. نجي هسا على اللاير الأولى اللي هي تمثل الفيزيكال لاير. طبعا هاي الفيزيكال لاير هي تتعامل ويا كل شيء هاردوير. اوكي، يعني ما هي اهميه الفيزيكال لاير؟ الفيزيكال لاير هي دا تحول لي الواحد والصفرز الاشارات مثل ما قلنا الى الكتريكال سيجنالز، يعني هي دا تتعامل مع ارسال الاشارات اللي هي الواحد والصفر، دا تتعامل مع البتات. اوكي، يعني انت وياهم دا تتعامل ويا بتات واحد صفر، دا ترسل اشاره بتات، وهي دا تتعامل هاي البتات طبعا يعني هي اللي هي عمليه ارسال هاي البتات يطلق عليها الكتريكال سيجنالز اللي هي الهيكلية مالتها أو الشكل مالتها. المين توبكس إنه هي إذا تتعامل ويا الترانسميشن ميديوم، يعني أنت شنو عندك شيء هاردوير، أوكي، هي إذا تتعامل ويا تتعامل هاي الفيزيكال مع الأشياء الهاردوير اللي هي تكون يعني أشياء فيزيكال، أشياء حقيقية ملموسة. تتعامل ويا الانكودينج ويا المودوليشن، طبعا هاي كلها الانكودينج والمودوليشن ان شاء الله راح نجي ناخذها بالتفصيل لكل فيزيكال لاير، يعني لكل لاير وشنو المفهوم او المعاني مالتها. اوكي، اهم شيء يعني اريدكم تفهموه هسه حاليا انه هي تتعامل انه هي ترسل بالتات، ترسل الكتريكال سيجنالز، ترسل بالتات، ترسل واحد وصفر، وهي تتعامل مع الترانسميشن ميديوم اللي هو يمثل الهاردوير ميديوم اللي دا يتكون فرضا يعني على سبيل المثال من الريبيتر والهابس. اجي اراويكم صورة الهابس والريبيترز. طبعا يعني الهابس هو جهاز هاردوير مثل ما دا تلاحظون، هو دا يربط اكثر من فيزيكال هاردوير، يعني انت عندك 5 حاسبات فرضا، 6 حاسبات تربطها انت بهذا الهاب. الهاب يكون عنده أكثر من بورد وهو دا يربط هذه الفيزيكال. فدا تلاحظون أنا دا أتعامل ويا شنو؟ دا أتعامل ويا physical components، يعني مكونات physical. أوكي؟ أما بالنسبة للربيتر، الربيتر هو أيضا يعني مكون، هو أيضا يعني physical مثل ما دا تلاحظون، هو جهاز physical يعني. أوكي؟ لكن الربيتر شو يسوي؟ الربيتر يعني يقوم بعملية إعادة توليد الإشارة، يعني الإشارة اللي راح تجيني منها تكون نويز مثل ما تشوفوا، هو راح يرجع يولدها. ولكن الفرق ما بينه وما بين الهاب إنه الهاب بأكثر من مثل ما تلاحظون بأكثر من أنبوت، يستقبل من أكثر من يعني physical components، يعني أكثر تقدر تربط عليه 5 حاسبات 6. أما الربيتر لا، هو مجرد أنبوت أوتبوت، تدخل له إشارة الأنبوت يضخمها ويرجع ينطيها، فهو يستخدم يعني لزيادة الكفرج. اوكي، هذا اللي هو يعني انا اريدكم تفهموه على الفيزيكال لاير، هي تتعامل ويا شيء هاردوير فرضا الربيتر والهابس، ولي هسه اخذنا يعني نقدر نقول صور. نجي على اللاير الثانيه مالتي اللي هي داتا لينك لاير. الداتا لينك لاير اللي اريدكم تفهموه على الداتا لينك لاير ان هي تسوي عمليه اكسس على النيتورك. اوكي، يعني انت عندك نيتورك هي تسوي عمليه اكسس او تسمح بالسماحيه الاكسس على النيتورك. الوظيفه الاساسيه مالتها انه انت عندك ايرور كنترول، يعني تسوي عمليه ايرور كنترول. طبعا بما انه انا عندي فيزيكال لاير تتعامل ويا 0 و1، فاكيد بعض هذه يعني مثل ما نقول يعني بعض البتات الصفر راح يصير 1، الواحد راح يصير 0، يعني يصير أنا عندي بعض الايرور. فالداتا لينك لاير شو تسوي؟ تنطي فد ميكانيزمز معينة حتى أنا أتخلص من هاي الايرورز اللي موجودة عندي.
من ضمن هاي الميكانيزمز كما شرحت بالمحاضرة السابقة، يعني انه انا اضيف مجموعة من البتات، هاي المجموعة من البتات هي راح تحاول انه تقلل لي الايرور. يعني احنا ما ندخل بالتفاصيل، هي عملية كومبلكس معقدة، ولكن هي اهم شيء يعني هو الفكرة مالتها انه انا دا اضيف مثلا مجموعة بتات اضافية حتى تقلل لي من الايرور. والمهمة الثانية مالتها، اذا المهمة الاولى اللي هي الايرور كنترول، اوكي تسيطر لي على الايرور. المهمه الثانيه اللي هي الفلو كنترول. يعني شنو الفلو كنترول؟ انت عندك الترانسميتر يعني دا يرسل البيانات بشكل كلش سريع، اوكي فاست، يعني انت عندك فاست سيندر، الترانسميتر دا يرسل بيانات بشكل جدا سريع، لكن بالمقابل انت عندك سلو ريسيفر، يعني ريسيفر الذاكره مالته كلش قليله، فبالتالي ما راح يصير انت يعني عندي فد كونكشن مع بيناتهم، يعني الترانسميتر راح يرسل بشكل كلش سريع، يعني الريسيفر ما راح يلحق انه يعالج هاي البيانات. فش راح يسوي هسه الداتا لينك لاير؟ راح تسوي عمليه ابطاء او عمليه ايقاف للترانسميتر. الحين ما الريسيفر يسوي عمليه بروسس للانفورميشن وللمعلومات مالته، عند ذاك الوقت من يخلص الريسيفر عملية بروسيسنج ومعالجة كل البيانات مالته، يرجع للترانسميتر مرة ثانية يرسل. فهي دا تسوي عملية فلو كنترول، يعني السيطرة على عملية ارسال واستلام البيانات. واهم الاشياء اللي اريدكم تركزون هسه حاليا عليها هي الفريمينج ميثود. يعني احنا قلنا باللاير الاولى اللي هي الفيزيكال لاير، انا دا ارسل مجموعة من البتات، اوكي هنا هي دا تسوي، تقسم فرضا انت عندك 100 بت، اوكي ده تيجي تقسمها على 10 فريم، يعني تقسم هاي 100 بت الى 10 فريمات، الى 10 فريمات. 100 تقسيم 10 يعني راح يطلع لك انت عندك 10 فريمات، كل فريم يتكون من 10 بت. تتهمون شلون؟ يعني هناك كانت عندي سيريس اوف بتس، هنا انا لا، اني عندي فريمات، كل فريم ده يتكون من مجموعه من البتس، اوكي. وتسيطر مثل ما قلنا الايرور ديتكشن اند كوركشن والفلو كنترول واللي هو الفريمينج، اوكي. من ضمنها او امثلتها اللي هي السويتشز والبرجز. هسه اجي اراويكم شنو السويتشز والبرجز. هذا السويتش، فرق السويتش عن الهاب اللي ذكرنا ذيك الساعه، يعني الهاب مثل ما قلنا هو فيزيكال كومبوننتس اللي هو يتعامل او يربط لي يعني هاردوير كومبوننتس مع بعضها البعض. اما بالنسبه للسويتش، السويتش يقدر يعني هو نفس الشيء، السويتش هو ايضا هو فيزيكال كومبوننتس، ولكن هو ايش راح يربط لي؟ يربط لي ديفرنت ميديا. يعني هنا انت تربط فقط مثلا حاسبات، اوكي هنا لا، السويتش يقدر يربط لك تي في، راوتر، جيمز، اكسس بوينتس، يعني يربط لك ديفرنت ميديا، اوكي يربط لك ديفرنت ميديا حتى يكون لك مثل ما قال النتورك. وهاي مجموعة مثلا هنا اللي هو local area، local area يعني مربوطات بها مربوطة الى السويتش، اوكي. هذا هو مفهوم يعني السويتش، واللي هو ايضا يعني مشابه الى مفهوم البرجز. هاي شغلات اللي اريدكم تركزون عليها، يمكن راح تحسون شوية الانفورميشن هواية، لكن المحاضرات الجاية كلها راح ناخذها بالتفصيل، اوكي، بحيث انه ان شاء الله تصير اسهل واسهل عليكم. نجي هسه على من على النيتورك لاير. يعني اذا نرجع، الفيزيكال لاير مسؤوله انه ترسل مجموعه من الالكتريكال سيجنالز 0 و 1 خلال فيزيكال ميديوم واير، اللي هو يكون كوكل كيبل اوبتيكال فاير، يعني عندك واير وهي تتعامل مع فيزيكال ميديوم. نجي على الداتا لينك. الداتا لينك لاير هي تسوي لك عمليه اكسس على النيتورك، بحيث انه شلون مثلا هذا اللي هو السويتشز، السويتشز انت من خلاله تسوي عمليه شنو اكسس على الميديوم او على النتورك مالتك، اوكي. وهاي يعني اللي هي هو هذا الفيزيكال، يعني الشكل اللي نقول الحقيقي او الهاردوير، وهاي مجموعه الكيبلات المربوطه واللي انت تقدر تسوي بيها يعني اكسس على النتورك او اكسس على الشبكه مالتك. نجي علينا على النتورك لاير. يعني احنا الحلسة الداتا لينك والفيزيكال لاير دا نتعامل ويا نتورك وحده، اوكي. الداتا لينك والفيزيكال لاير دا تتعامل ويا نتورك وحده. نجي على النتورك. بالنتورك هنا لا، انت تتعامل مع multiple of networks، يعني اكثر من شبكه، تفهموني؟ يعني الداتا لينك والفيزيكال دا يتعاملون ويا نتورك وحده، اما بالنتورك لاير لا، هي دا تتعامل مع اكثر من نتورك، مع اكثر من نتورك.
اوكي، فنجي على النيتورك لاير. النيتورك لاير اهم شيء اريدكم تعرفوه حاليا، تسوي عمليه راوتينج للباكيتس. يعني الباكيت شغله كل نجي ناخذه بالتفصيل. يعني الباكيت هو ايضا مجموعه من البيتس، فد 10 بيتس 20، يعني فد سايز معين من البيتات، هي تقوم بعمليه الراوتينج، يعني ارساله من الترانسميتر. فقلنا انه هي تسوي عمليه راوتينج للباكيتس. يعني شنو راوتينج للباكيتس؟ يعني هسه انا عندي فرضا هذا هو الترانسميتر، هذا سيرفر، وهذا فرضا انا عندي، يعني هنا تسوي عمليه راوتينج، تلاحظون يعني اختيار الطريق المناسب بحيث انه تجي البيانات ترتسل، يعني ترسل من الترانسميتر الى الريسيفر. هذه اللي هو اختيار الطريق الامثل. اوكي، انه انا اذا اختار الطريق الامثل لي، فهي طبعا راح تدخل بيها مجموعه من الراوتينج الجوريثمز، احنا ما راح ندخل بيها هسه حاليا. هي الراوتينج الجوريثمز يعني انه انت تجي تاخذ افضل طريق حتى ترسل البيانات من الترانسميتر مالتك الى الريسيفر مالتك، تسوي عمليه راوتينج. مثلا تختار اقصر طريق، تختار فرضا يعني الطريق اللي ما يسوي لك يعني لوسز الى اخره. هاي طبعا كلها في الالجوريثمز. يعني وعندنا هنا اللي هو شيء كلش مهم، اللي هو الانترنت يتعامل مع الاي بي ادرس، الانترنت بروتوكول. الاي بي ادرس هو طبعا رقم تكون من 32 بت، يعني هو رقم اللي هو نقدر نقول نعتبر انه هو رقم الكونكشن، رقم الكونكشن. يعني من هو مسؤول انه ينطي هذا الرقم؟ هو الانترنت سيرفيس بروفايدر، هو اللي راح ينطيني هذا الاي بي. اوكي، يعني بحيث انه كل كونكشن يكون عنده فد يعني نقدر نقول فد اي بي معين. اوكي، وهذا الاي بي متغير، يعني مو ثابت. هذه ما يتعلق بالنيتورك لاير. يعني النيتورك لاير هي طبعا من امثالها الراوتر. الراوتر يعني هو اللي يقوم بعمليه ربط اكثر من شبكه، مفهوم؟ يعني داتا لينك ويا الفيزيكال لاير لا يربطون شبكه واحده فقط، يعني يتعاملون مع نيتورك واحده. عند النيتوركينج انا اذا اربط اكثر من شبكه بديت اتعامل ويا اكثر من شبكه. اوكي، نجي على اللاير اللي بعدها ان شاء الله. هاي اللاير هسه حاليا يعني احنا درسناها هذيك، يعني هاي النيتورك الثلاثه ليرات درسناها بالمحاضره السابقه، بس عدتها اني يعني ترجع للطلاب. نجي هسه على النيتورك هذه اللي هي اسمها الترانسبورت لاير. الترانسبورت لاير هي تعتبر قلب الاو اس اي موديل. ليش قلب الاو اس اي موديل؟ لان هي راح تسمح لك انه انت تتصل مثل ما يقول لك يعني اند تو اند كونكشن، يعني انه هي تسمح لك انه انت يعني انت فرضا قاعد يعني حاسبتك موجوده وصديقك حاسبته موجوده، راح تسمح لك انه انت تتصل بصديقك ويسمح صديقك انه يتصل بك، يعني اللي هو يطلق عليه end to end connection. اوكي، يطلق عليه شنو؟ end to end connection، يعني تسمح لك انه انت تتصل بالطرف الثاني بحيث يصير انت عندك end to end connection. اوكي، فهي تعتبر قلب الـ OSI model. انت بالطبيعي يعني اذا انت ما تقدر تتصل صديقك موجود بشبكة أخرى ما راح يكون عندنا إنترنت، فلذلك هي هذه راح تسبب لي أو تسمح لي بالإند تو إند كونكشن. الأشياء الأساسية طبعاً هسه هاي راح نجي نشرحها، اللي هي كونكشن أوريتد أند كونكشن ليس سيرفيسز، هاي راح نشرحها بعدين وما راح أدخل هسه بيها. ضمن البروتوكولات مالتها اللي هي ترانسميشن كنترول بروتوكول واليوزر داتا جرام بروتوكول. يعني اللي أريدكم تفهموا الترانسبورت لاير شنو الوظيفة الأساسية مالتها؟ تسمح لك بالـ end-to-end connection، يعني تسمح إنه أنت تتواصل مع شخص آخر موجود مع يعني في network أخرى، بحيث إنه فرضاً يعني تسمح لتواصل البرامج اللي موجودة داخل الحاسبة ما بين two networking، ما بين two networking على different computers، تسمح لك إنه أنت تتواصل مع بعضكم البعض. فلذلك هي تعتبر قلب الـ OSI model.